تكلم لنا شوية على مجموعة الاتحاد الصغير، نعرفوها أكثر. اتحاد الصغير بدات في 2005، تألقت كانت بدايتها كيف اللي سائر المجموعات والفرق الفنية اللي كانت، البداية تكون صعبة جدا، يا غير الإنسان مع الطموح والعزيمة يتجاوز ديك الصعوبات، يبحث يشق مساره بالاجتهاد والكفاح وينال المبتغى ديال الجمهور بالدعم ديالهم كامل كبار وشق الطريق ديالو. حضرتوا ولا كيفاش وجدتوا هذه الاغنيه؟ الحسانيه والحسانيه والامازيغيه اللي معنا ان شاء الله، والحمد لله راهو نال المبتغى ديال الكل، ونتمنوا ديما يكون هذا التمازج الثقافي ان شاء الله. انتم البحور الشعر، احنا نقولوا المقامات هو الظهره الحسانيه، الظهره ديال الموسيقى الحسانيه هي الظهره للشعر الحساني، يعني نحن نرتبطوا بالشعر، والشعر الحساني اما يتركز على المديح او الرثاء او يصل من المواضيع، اذا الاغنيه الحسانيه لا بد لها موضوع او دلاله، هذا هو اللي خلى الابداع ديالنا الحساني. حسن فنيش شكرا بزاف، ايوزنك شكرا. رنمت غلاد المنصاغز.